بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ ليلتنا هذه الليلة الرابعة من موسم المصطفى الخامس، ليلة الأمسية القرآنية العظيمة. نبدأها بحديث يبين أهمية القرآن وأهمية دراسته وترتيله والحفاظ عليه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، والقنطار 50,000 مثقال ذهب، والمثقال 24 قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد. نبدأ ليلتنا هذه بقراءة عطرة للقارئ موسى عمران، يتلو علينا من سورة النور بداية من الصفحة 35. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس بإعادة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح،
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الله نور السماء المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها نور على نور يهدي الله Shine.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون في بيوت أذن الله أن ترفع اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على
أحسنت، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك. الإخوان، لمن يحب المتابعة، الإخوان المقرئين كذلك، لمن يحب المتابعة بإمكان الإخوان المقرئين أن يذكروا الصفحة، والإخوان اللي عند القرآن الكريم في هاتف الذكي ممكن يتابع. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنه لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي، لأنه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملكه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف العذاب عن والديه وإن كانا كافرين. المقرأ أو القراءة التالية هي لعلي الأكبر يقرأ علينا آيات من سورة الأحزاب، الصفحة 418 لمن يحب المتابعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباركين إن شاء الله بالمولد النبوي وبمولد حفيده اليوم الصادق. سوف أقرأ إن شاء الله من بداية الآية 38 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يا أيها النبي يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
جزاك الله خير الجزاء وطيب الله أنفاسك. في ملاحظة، الأخوة قد يلاحظون أن في تغير في القراءة أو تغير في بعض الحركات، هذه القراءات المختلفة للقرآن الكريم. يعني قد يلاحظ المتابع أن في بعض الحركات هو يشوفها في القرآن أو في النسخة اللي عنده غير، والقارئ يقرأها غير فيطمن. يعني هذه مجرد قراءات تختلف، ولكن اللفظ والمعنى ككل يبقى هو ذاته. يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. الفقرة التالية قراءة من سورة الفرقان لمن يتابع صفحة 359، المقرأ السيد جعفر السيد مجيد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى رب بك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء
وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح وهو وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم أحسنت، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظرا. وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: جعلت فداك، إني أحفظ القرآن على ظهر قلبي فأقرأه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف. فقال عليه السلام لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ آخر فقراتنا قراءة من سورة الصف الآية 6. لمن يحب المتابعة الصفحة 552. فنستقبل بالصلاة على محمد وآل محمد الأخ محمود الإسكافي. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم.
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا
والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري
عظيم. وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. أحسنت.